بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم الوصفة التانية اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي اللي بتشد الجسم ومنها بتخسس، يعني بتشد الجسم، وصفة طبيعية وليها فوائد كتير تانية غير التخسيس، اللي هو اللبان الذكر اهو، او اللبان الحسن. هي وصفة حلوة بتتعمل وبتحط في التلاجة وباخد منها كل يوم، فانا هعمل لكم الطريقة وبعدين هقول لكم بتستخدموها ازاي. فعوز برطمان زي ده، برطمان فاضي جزاز زي ده، وهعوز بمقدار يعني معلقة كبيرة، معلقة كبيرة من ده، يعني مثلا دي ما تعتبرش معلقة، اكملها اهي، نحط عليهم شويتين عشان هما برضو قليلين اهو. هعوز بقى ميه مغليه، هنحط بقى عليه الميه المغليه بس، وكده انا حطيت له الميه المغليه عليه اهي. هسيبه بقى 12 ساعه، هسيبه 12 ساعه بالظبط، وبعد 12 ساعه هحطه في التلاج، وكل يوم على الصبح هملى كوبايه ميه، وكل يوم على الصبح هعمل كوبايه ميه زي دي كده، هعملها عادي ميه من الحنفيه عادي، من الكولمان لو عندكم ميه ساقعه عشان الحراره عادي، وهادي ماليه من ده، هيبقى عامل زي، هيبقى لونه ابيض زي اللبن كده. هنلجه، هنمسكه بنلجه، بعد كده طبعا هغطيه بغطاء اهو الصبح. نيجي بقى مالين معلقتين كبار، يعني معلقه مثلا وليكن زي كده، هنملاها معلقتين كبار من هنا، هحطه على كوبايه الميه دي وهشربها على الريق. ده بيخسس وبيشد الترهلات، يعني الواحد لو بيعمل تخسيس والجلد عنده عمق في بقى في ترهلات كده، اللبان الذكر ده في حاجه اسمها الجلوكو، مش عارفه اسمها ايش كده. المهم انه انا مجرباه، يعني انا عامله لكم الوصفه لان انا مجرباها وعارفاها، لو ما هي مجرباها مش هقول عليها. هو بيشد الجلد وكمان بيفتح البشره، وكمان لو هنعملها نفس الطريقه دي وهناخد الصبح بعد 12 ساعه هنلجه كده، والميه اللي هي البيضه بتاعته دي بقطن، هناخد شويه في غطا ولا في حاجه وبقطن وهندعكه البشره، بيشد البشره، بيحس التجاعيد اللي في البشره، وبينضف البشره وبيخليها بتبقى بيضه وتبقى جميل. يعني هو دي للتخسيس، يعني كل يوم على الصبح ملي الكوبايه دي وعليها معلقتين، عليها معلقتين من ده، وكمان وكمان لما يتاكل زي اللبان، يعني بدل اللبان زي اللبان السمر او اللبان الحلاوة، بيتندغ يعني بيحوس ريحه الحلا، ريحه الفم، الريحه الوحشه بتاع الفم دي بيزيلها، وكمان حلو للكحه كمان، يعني المغلي برضو بتاعه ده اللي هيتشرب برضو لو حد عنده حساسيه على صدره او عنده كحه. احنا طول عمرنا من صغرنا احنا عارفين ان هو اللبان الذكر حلو للكحه، زيه زي ورق الجوافه يعني للكحه، يعني احنا لو هنندغه وحلو حلو بيشيل ريحه الفم، يعني هو فيه فوائد كتير. اللبان الذكر دي كذا فايده، او اللبان الحصى وبيتجمل عند العطار لو حد ما يعرفوش، يعني هو بصراحه جميل، وصفه طبيعيه وجميله وحلو. وزي بعض انا اخرت عليكم الفيديو ده، اخرته عليكم عشان كنت تعبانه شويه، وان شاء الله الفيديو المره الجايه هعمل لكم برده وصفه جديده. انا هعمل لكم الوصفات دي، وكل اللي يرتاح على وصفه هيمشي عليها، وبعدين ما ينفعش الواحد يمشي على وصفه واحده، لو مشيت على وصفه واحده في التخسيس الجسم بيتعود عليها فبتخسي في الاول وترجع ما تخسي، فالمفروض كل اسبوع نمشي على وصفه مختلفه عشان الجسم ما ياخدش على الوصفه، على الحاجه ديت والجسم يبدا يخس. ان شاء الله المره الجايه اعمل لكم وصفه تانية، ومع السلامه.